اهلا بيكم في فيديو جديد ومختلف شويه، لان انا هتكلم عن برفانات لعيبه الكوره. وعايز هنا اقول ان البرفانات لعيبه الكوره دي مش يعني ما لقيتهاش في مصدر معين او قريتها في مكان معين، لا ده الايماجينيشن بتاعي انا، او ده تصوري الشخصي للعيبه دي والبرفانات اللي هم يستخدموها على اساس شخصياتهم او على اساس يعني ايه مراكز لعبهم او على اساس يعني ايه الموضوع كله ايه ضرب من ضروب الخيال بشكل عام. ايه الاول قبل ما ابتدي، يا ريت لو مش عامل سبسكرايب تديني واحده سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها اعمل لها ريفيو، او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل او انصحك انك تجيب مين فيهم. دلوقتي برضو الخنفاري بقى على الانستجرام، والخنفاري بقى ليه ويب سايت، هسيب لك كل حاجه تحت في الديسكريبشن. انزل ودعبس والعب وعيش حياتك وشوف اللي يناسبك، ويلا بينا نبتدي الفيديو. نبتدي فيديو النهارده باللعيب الاول معانا، او لعيب رقم 5 معانا زلاتان ابراهيموفيتش. اعتقد كل الناس عارفاه، اللعيب المشاغب دايما بيعمل قلق في الملاعب لما كان بيلعب، ويعني كان دايما مشاكس، ليه شخصيه مرحه ولكن شخصيه يعني زي ما تقول ايه باد بوي شويه. فانا اتوقع او اتصور ان زلاتان ابراهيموفيتش ينفع مع شخصيته فيرزاتشي ايروس، لان فيرزاتشي ايروس من البرفانات اللعوبه اللي بتعمل مقالب، اللي تحس ان هو يعني ايه ليه شخصيه مختلفه. يعني هو انت بتقول ان ابراهيموفيتش ليه شخصيه، ففيرزاتشي ايروس ليه برضه شخصيه، فالاثنين مع بعض ينفعوا كويس قوي، يمشوا كويس قوي، وتحس ان الاثنين يعني ايه عاملين شغل جامد. برضه خلي بالك ان زلاتان ابراهيموفيتش ده من السويد، فالدنيا هناك ساقعه، محتاجين حاجات يعني صارخة شوية زي فيرزاتشي ايروس. فيرزاتشي ايروس برفان مسكر قوي، فيه ليمون وتفاح ونعناع، والبرفان مسكر وشاوتي ولاود قوي، وتحس ان هو يعني ايه بيقول للناس اتفرجوا عليا انا جيت. وده كان شخصية ابراهيموفيتش، يعني تحس ان هو بينزل الملعب بيعمل مشاغبات كتير بحيث الناس كلها بيثبت وجوده يعني. فده من البرفانات اللي تبقى مناسبة جدا ليه. نروح للعيب اللي بعد كده معانا الأسطورة روبرتو كارلوس. طبعا يعني انا مش عارف اعمار الناس اللي بتتفرج عليا عامله ايه بالظبط، ولكن يعني اتوقع ان كل الناس عارفه روبرتو كارلوس. يعني ده كان ليجند، كان من العلامات الفارقه في تاريخ كره القدم، وكنت بحب اتفرج عليه في كاس العالم 98، وبرده فيفا 98 كنت بلعب بيه كتير مع رونالدو، طبعا مش كريستيانو رونالدو، رونالدو الاصلي بتاع البرازيل. فروبرتو كارلوس انا اتصور ان هو بيستخدم هوجو بوس بوتل. ليه يعني انا احط ده جنب ده؟ لان هوجو بوس بوتل ده من البرفانات اللي نزلت في اوائل الالفينات، وكان روبرتو كارلوس في البيك بتاعه، او كان في اوج تألقه في اواخر التسعينات واواخر الالفينات. فانا دايما يعني ايه الفتره الحقبه الزمنيه دي بالنسبه لي دايما يعني ايه بربطها ببعضها. وده طبعا انتوا عارفين البرفانات ليها عامل مؤثر كبير قوي مع الذكريات، فذكرياتي مع الفتره دي كانت مع ماركه هوجو بوس فور مين وهوجو بوس بوتل. فبس انا اتخيل ان روبرتو كارلوس هوجو بوس بوتل، لان هو كان يعني ايه زعيم الملعب، يعني زي ما تقول لما بينزل يبقى هو ايه البوب الكبير. فتحس ان هوجو بوس بوتل مناسب جدا لروبرتو كارلوس. نروح للعيب اللي بعد كده معانا سي ار 7 او كريستيانو رونالدو. طبعا مش محتاج اتكلم كتير، يعني الراجل اسطوره ومحقق نجاحات كتير قوي 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 على مدار السنين اللي فاتت، كل السنين اللي لعبها طبعا مع ريال مدريد، وحتى بعد ما ماشي من ريال مدريد ولسه ليه محبين ولسه ليه الفانز بتاعته. راجل مجتهد بصراحه، ويعني عدى عليه كتير جدا. اتوقع ان كريستيانو رونالدو، او اشوف ان كريستيانو رونالدو مناسب لي الور اوم سبورت او اكستريم من شانيل. ليه؟ لان الور اوم سبورت او اكستريم هو برفان سبورتي، برفان رياضي، والراجل ده رياضي، يعني الراجل ما بيهداش، بيقعد يتحرك كتير في الملاعب، تحس ان هو راجل سبورتي، وحتى ليه تيست كده، او ليه يعني ايه لمسه في الستايل بتاعه. لما بتلاقيه بيلبس بدل او بتلاقيه بيلبس هدوم يعني فورمال شويه، بتحس ان هو الستايل بتاعه راقي. فالبرفان ده برده من البرفانات الراقيه اللي بتدي لك بالانس كويس، ان هو ما بين برفان سبورتي وبرفان برده ينفع تستخدمه في مواقف يعني راقيه شويه. فده من الحاجات اللي انا اتصور ان كريستيانو رونالدو شخصيته تنفع معاها جدا ويبقى مناسب ليه. نروح للعيب اللي بعد كده معانا ليونيل ميسي. انا من محبي برشلونه وبحب ميسي يعني بدرجه كبيره، برضو من لعيبه المفضلين. طبعا ميسي يعني ليه باع طويل، وبرضو من الاساطير بتاع كره القدم. كريستيانو وميسي الاثنين دول كانوا بينافسوا منافسه جامده، وتحس ان برضو ميسي يعني كان بيلعب في كل حته في الملعب، تحس ان هو ايه الفار الصغير المعزه اللي بتنزل في الملعب بيبرطع في كل حته. فلميسي ممكن اتصور ان ديور سافاج هو اللي ينفع.
عليه. ليه ديور سافاج؟ لان ديور سافاج برضو ممكن تحطه في اي حتة، يعني بتستخدمه في اي موقف بيسد معاك، وميسي برضو كنت تحطه في اي موقف بيسد معاك وعمر ميسي ما خذل جماهيره. فديور سافاج من البرفانات اللي انا اعمل لها يعني الساينينج مع ميسي او ان انا اربطها بميسي. ديور سافاج برضو من البرفانات المشهورة جدا المعروفة جدا اللي كل الناس عارفاها، وكذلك ميسي من اللعيبة المشهورة جدا المعروفة جدا اللي كل الناس عارفاها. فده تصوري للاثنين. ونروح للعيب رقم واحد، البرنس محمد صلاح. طبعا يعني ايه، بما اني مصري ومحمد صلاح مصري، ده فخر المصريين وفخر العرب، ورفع راسنا بصراحة في ليفربول، ورفع راسنا بشكل عام يعني باخلاقه. راجل محترم جدا، مجتهد جدا، بيلعب باسلوب كويس، عمره ما يعني بيجي على زمايله ولا حاجة، بتحس ان هو محترم جدا في تعامله حتى مع الناس، من الشخصيات الخلوقة قوي، ودايما اخلاقه حتى سابقة لعبه، واثبت جدارته واثبت نفسه في كل حتة راح فيها. واتمنى له كل التوفيق، واشوف ان صلاح ممكن يستخدم كريد ايفنتوس. ليه كريد ايفنتوس؟ لان كريد ايفنتوس ملقب ان هو الكينج اوف فريجنسز او ملك البرفانات، وبالنسبة لي صلاح هو ملك الملاعب في الوقت الحالي. طبعا مع كل الاحترام لميسي وكريستيانو وروبرتو كارلوس وكل يعني اللي ذكرتهم، بس لما تيجي لابن بلدي محمد صلاح لازم احط رقم واحد، ولازم احط له البرفان رقم واحد. برضه نصيحتي ليك مع كريد ايفنتوس، ما تجيبش الباتشات الجديده، هات الباتشات القديمه اللي قبل 2016، كان الاداء كويس والبرفان يستاهل، انما الباتشات الجديده مش كويسه. انما مع صلاح هاته في اي حته واي وقت واي مكان، ولو شفت تصور معاه، والراجل ده محترم و100%، وان شاء الله مصر تطلع كاس العالم. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم فيه، وهل في لعيبه تانيين او عايزين فيديو تاني من النوعيه دي، وفي لعيبه تانيين عايزيني ادور فعلا هم بيحطوا برفانات ايه، ولو عندك مصادر تساعدني في ان انا الاقي هم فعلا بيحطوا برفانات ايه، يا ريت تكتبها لي تحت في الكومنتات ونتناقش اكتر في الموضوع ده.